بعد أن نالت عضوية لجنة التراث العالمي بأعلى نسبة تصويت في فئة الدول الأعضاء في اللجنة بغض النظر عن توزيعها الإقليمي، فازت مملكة البحرين برئاسة لجنة التراث العالمي، وذلك خلال الاجتماع 21 للجمعية العامة في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس. كما أقرت لجنة التراث العالمي سعادة الشيخة هاية بنت راشد الخليفة رئيسة اللجنة للجنة للسنة المقبلة. وقد أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار أن قيادة مملكة البحرين الحكيمة كانت وما زالت الداعم الأول للعمل الثقافي في البحرين، فبفضل توجيهاتها استطعنا التأسيس لبنية تحتية أهلت المملكة للفوز بهذا المنصب الرفيع. وخلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة، أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار، أكدت أن البحرين ستكون مستعدة لاستقبال اجتماع لجنة التراث العالمي على أكمل وجه، وأوضحت أن المملكة ستستثمر هذا الإنجاز من أجل الارتقاء بالتراث العالمي في العالم عامة وفي الوطن العربي خاصة. مبروك للبحرين هذا الفوز الجميل الذي تحقق بفضل المصداقية التي على مدى سنوات كرسناها بحضورنا في هذا المؤتمر الهام أو في هذا التجمع الثقافي. نحن قدمنا أنفسنا منذ المرة الأولى حين شاركنا في لجنة التراث قبل 4 سنوات بمعالم أساسية لهذه اللجنة، تأسيس المركز الإقليمي الذي يعد الأبرز في الفئة الثانية من مراكز التراث العالمي هو مكسب كبير للبحرين. واليوم والعالم على التصويت للبحرين بأعلى نسبة من الأصوات هو حدث مميز وحدث يعطي انطباعا عن أن البحرين تقدم نفسها للعالم بالشكل الصحيح. هذه الفرصة الاستثنائية لكي نكون في منصة الثقافة والمحافظة على التراث في عالم متغير، في عالم نحن بحاجة أكبر إلى مزيد من الأمل والعمل لكي نحافظ على هوياتنا وعلى معالم بلداننا. استضافة اللجنة للعام القادم وقبول الشيخة هاية بن راشد الخليفة لرئاسة اللجنة لإدارة اجتماعات هذه اللجنة بحكمتها وخبرتها على مدى سنوات، حيث كانت رئيسة للجمعية العمومية في سنة مميزة من عملها المثمر في هذا الشأن، هو مفخرة لمملكة البحرين. ونحن لم نستطيع أن نحقق هذا الفوز لولا إيمان القيادة بدور الثقافة وأهمية حضورها في المحافل العالمية. جلالة الملك هو الذي أهدى لنا هذه الفرصة لكي نكون في المقدمة، ونحن دائما نلبي نداء البحرين لكي نفوز بالمناصب التي تستحقها. اليوم نجدد إيماننا بالثقافة ونعمل على وضع رهاننا على الثقافة لكي تكون عنوانا لنا للعالم أجمع. فرحة كبيرة أن نسمع تعليقات الدول الأخرى وتعليقات المنظمات العالمية، منظمة المتاحف أو الإيكوموس أو غيرها، وهي تتكلم بإعجاب وبإشادة بموقف البحرين. هذا لم يكن ليتحقق لولا القيادة الرشيدة التي دعمتنا في كل المواقف وحققت البحرين هذه المكانة التي تحتلها في مجال الثقافة التي نراهن عليها على الدوام.